السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. انتشرت في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا قصة الطفلة جوري والتي توفيت على يد أحد الأطباء نتيجة الإهمال الطبي. القصة بدأت عند دخول الطفلة المستشفى، مستشفى وادي الطب بشبرا الخيمة، لإجراء عملية إزالة اللوز على يد الدكتورة رانيا فيصل، والطبيعي أن لا تتجاوز مدة العملية نصف ساعة، فتعجبت أسرتها من طول وقت العملية، ليبعث هذا الأمر التوتر والقلق في أنفسهم، لتخرج بعدها ابنتهم وهي غير قادرة على التحدث. أكدت الطبيبة على الوالدين ضرورة إطعامها ومنحها الكثير من المثلجات والآيس كريم، وقامت الأم بفعل كل الإرشادات الطبية والاهتمام بالطعام والأدوية، ولكن بعد مرور 5 أيام من إجراء العملية بدأت الطفلة جوري الدخول في نزيف حاد من فمها وأنفها، مما أصاب أسرتها بالفزع وتوجههم للمستشفى مرة أخرى. وبعد وصول الوالدين إلى مستشفى وادي الطب، قام بالاتصال بالطبيبة رانيا لكونها المسؤولة عن العملية التي أجريت لابنتهما، فوجد هاتفها مغلق ولا تستجيب إلى مكالمتهما. وبعد محاولات الأهل في الوصول إلى الطبيبة، قامت بالرد وأخبرتهم أنها ستقوم بالحضور في مساء اليوم التالي، ولكن مع إصرار الأهل حضرت وأصرت على نفس الإرشادات وأن الذي حدث أمر طبيعي بعد توقف النزيف. ازداد الأمر سوءا في اليوم التالي، ودخلت الطفلة في نزيف حاد مرة أخرى ليحملها الأهل مرة أخرى إلى المستشفى، الذين أكدوا أنه أمر طبيعي جدا، لكن حدث توقف فجأة في عضلة القلب يوم الجمعة الماضي. أثبتت التقارير الطبية اليوم قيام الطبيبة رانيا فيصل بقطع شريان عن طريق الخطأ أثناء قيامها بالعملية، وقامت بكيه بالليزر، بالإضافة إلى إصابة الطفلة جوري بفيروس من داخل العملية وكي الزور بالليزر. ناشدت نورة أم الطفلة جوري الحكومة والمسؤولين معاقبة الطبيبة رانيا فيصل ومستشفى وادي الطب بشبرا لأنهم السبب في مقتل ابنتها. بنضم صوتنا لصوت أم الطفلة وبنناشد المسؤولين بأخذ حق الطفلة من المسؤولين عن مقتلها. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسرة الثقافة.